وظل لمساته الأخيرة لإعطاء طابع خاص لعيد الموسيقى نسخة هذا العام الذي يحتفل به في 21 من يونيو، هو ما يرمي إليه هذا الاجتماع الذي جمع وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أباكر روزي تاجيل مع الفنانين، حيث كان اللقاء فرصة للوزير أباكر روزي تاجيل لتبادل وجهات النظر مع هؤلاء الفنانين حول هذا الحدث الثقافي المهم. ووفقا لوزير التنمية السياحية الثقافة والحرف، فإن تنظيم هذا الاحتفال لا يمكن أن ينجح إلا بالمشاركة الفاعلة للفنانين والموسيقيين وجميع الأطراف المعنية، وعليه دعاهم إلى التعبئة والتلاهم لإنجاح هذا الاحتفال. الناس جاي فيتي تقريبا سنين السنين في الدولة كلها، لكن كي كان في تشاف نقدروا نفيتي فات الدا إشندا اليوم دورت رانكونتر الدا pour que ensemble une tout وانينا كديبارتمان نقدروا نسيليبري ساو. هذا وننوه إلى أن عيد الموسيقى نسخة هذا العام يحتفل به في 5 مواقع وفقا للجنة المنظمة.